يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم من الميقات ناويا العمرة، نعم، رجل أحرم من الميقات ناويا العمرة، وأثناء مسيره بالطريق إلى مكة انسكب عليه الشاي فخلع إحرامه ورجع للطائف، علما أنه متزوج وقد جامع زوجته بعد ذلك، فهل عليه فدية واحدة أو أكثر؟ عليه أمور، هذا ما هو بس الفدية، عليه أنه يعود المكة، يعيد ملابس الإحرام ويعود المكة ويؤدي العمرة الفاسدة فسدت بالجماع، لكن يمضي فيها ويخلص، ثم يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ويؤديها ويذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء. نعم.